اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. خلينا نجيب اللابتوب والموبايل والمقلمه ونرجع شويه كده بالزوم. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطاوله طايره في الهواء متعلقه بحبال بس من تحت. يا سبحان الله، حاجه تجن الصراحه. تعالوا النهارده نعمل الطاوله البعكوكه كواحده من اغرب الديكورات اللي ممكن الواحد يعملها في بيته. فكرتها سهلة وكل واحد يقدر ينفذها بطريقته. يلا بينا نبدأ مع بعضينا. هنظبط المنشار على 10 سنتي الأول وناخد اللوح عشان نشطف الحروف بتاعته. بعد كده ناخده بقى على المنشار الرأسي، نظبط على زاوية 45 ونقص الطرف. هناخد علامة عند 50 سنتي ونثبت باللزق سدابة على البنش عشان تثبت لي طول القطعية كل مرة تبقى نفس المسافة. كده كل مرة هقص هتديني نفس الطول. نقص قطعتين الأول وتعالوا نشوف قائميتهم. تمام، نكمل بقى القص. ناخد بقى كل اللي قصناهم ونشوف انسب ترتيب ليهم عشان يدينا شكل كويس. طبعا احنا ممكن نجمع التربيعة دي بالكوايل، بس الكوايل هتضايقني وانا بجمع، لان القص على زاوية 45 هيخليني معرفش اضم الاركان على بعض وفيها كوايل. عشان كده انا افضل اني استعمل البسكوتات، حجمها اصغر وهتديني حرية حركة اثناء التركيب. تقدر تستعمل اي طريقة في تركيب المربع، النص على النص او اي طريقة تعشيق تناسبك، حتى لو هتضمهم على بعض باستعمال الاعواد الاسطوانية، اي طريقة تناسبك. كده انا خلاص اخترت الشكل المناسب وهنركب هنا البسكوتات. فنجيب البسكويت جوينتر، وزي ما انتم شايفين رقمت الاجناب بحروف متطابقة عشان اقدر اجمع الشكل تاني بنفس الاختيار اللي انا اخترته، وكمان عملت العلامات اللي هحفر مكانها لتركيب البسكوتات. كنا شرحنا البسكويت جوينتر قبل كده واستعماله في فيديو، هسيبه لكم في وصف الفيديو لو عايزين معلومات اكتر. نبدأ بقى الحفر لمكان البسكوتات. هنحفر في 4 اجناب مكانين للبسكوتات، وبعدين نقلبهم ونحفر الناحية التانية. خلينا بقى نمسك الأربع أجناب بكلامب واحد عشان نغريهم، ونحط البسكوتات وندقدق عليهم ونظبط الغرة ونوزعه كويس، وبعدين نجمع الشكل بتاعنا وندقدق كويس برضو عشان نلمه ونجمعه. وممكن نمسكه بشريط قمطة أو بقمط عادية ونسيبه ينشف بقى شوية حلوين. تمام كده، عملنا المربعين وقفلناهم. ندخل بقى على الصنفرة. الصنفرة هي 95% من جمال ونجاح اي شغل، فنهتم بيها شوية. بص، هو طالما انت وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى احنا نستاهل تشترك معانا في القناة لو كنت مش مشترك. والكل بقى اللي هيعجبه الفيديو سواء هينفذ الفكرة او مش هينفذها، ما تنساش تدعم قناتك واخواتك باللايك والشير عشان دايما نتقابل على خير. بعد ما خلصنا الصنفرة نستعمل بونتة راوتر للأطراف. أي شكل، المهم ندي أطراف المربع شكل فينش كويس. وهناخد بقى الأطراف الخارجية كلها داير ما يدور. الميني فريزة دي كنا قدمناها قبل كده في حلقة، هسيبها لكم برضو في وصف الفيديو. ولا ما قدمناهاش؟ العموم لو ما قدمناهاش فانتظروها الأسبوع اللي جاي على طول. وزي ما انتوا عارفين كل اسماء المعدات اللي بنستعملها وروابطها بتكون كمان في مربع الوصف.
تمام كده شكل المربع بقى أفضل والأطراف اتظبطت. هنحتاج بقى قطعة بنفس العرض اللي اشتغلنا بيه 10 سنتي وطول 50 سنتي لكن مشطوفة من الطرفين بزاوية 13 درجة، مع قطعة صغيرة بالشكل ده كده برضو مشطوفة من الأطراف، وهنركبها هنا وهنبقى نقص الزيادة دي كده بشطفة عشان تديها شكل حلو ومنحني، وهنركبهم في بعض بالكوايل مع مسمار مخفي في النص عشان لازم تبقى قوية جدا. هنمسك الخشبة في الملزمة ونظبط أداة تخريم الكوايل ونبتدي بسم الله. تمام كده جهزنا مكان الكوايل وبقت تركب في بعض مظبوط. نغريها بقى كده. تمام الدراع نشف ورسمت عليه الشكل النهائي، وحشيل الزيادة بالأركت مع سلاح قص نضيف. الفيديو ده بناء على طلب العديد من المتابعين اللي طلبوا ديكورات غريبة تكون معمولة بطريقة احترافية لأنهم زهقوا من فيديوهاتنا البسيطة، لكن أي حد يقدر ينفذ البعكوكة بأبسط الطرق لو فهم الفكرة والزتونة. بعد القص نديها وشين صنفرة، وبعد الصنفرة ناخد برضو الدراع على الراوتر. تمام، عايزين بقى نركب الدراع في المربع، عشان كده ركبت الزاوية اللي هتأكد لي على القائمية، بس هنحتاج نحدد مكان الكوايل في المربع، عشان كده هستعمل مسمارين صغيرين براس هلزقهم بالتيب في المكان المناسب، أدق عليهم دقتين تثبيت، فلما هركب الدراع واضغط عليه كويس راس المسامير تعمل لي علام في نفس المكان اللي أنا محدده، واضح أهو المكان، وهبقى مطمن إن الكوايل هتركب على بعض. نخرم بقى ونركب الكوايل. السداب اللي أنا ماسكهم بقومط دول عشان يخلوني أقدر أمسك الدراع المايل في المربع بقومط تانية. الدراع مايل ومش هعرف أبدا أضغط عليه بقمطة كبيرة من فوق. تمام كده عملت نص الترابيزة، ده النص اللي هيركب فوق، وعملت بنفس الطريقة النص التحتاني، وهيبقوا طايرين فوق بعض بالشكل ده كده. طبعا الترابيزة حجمها كبير فلازم اعمل لها سقالة اشيلها عليها عشان اعرف اظبط الخيوط اللي هتشيلها، فجبت سدايب بواقي وعملت حوالين الترابيزة حوامل تثبتها وتخليني اعرف اقيس واشتغل تمام، وطبعا لازم اتأكد من ان السطح مايل افقي مظبوط. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا وهي تحديد مركز الترابيزة. شديت خيطين ما بين اطراف المربع حددولي المركز بالظبط، بعد كده ربطت تقل في خيط مفتاح مثلا بحيث لما اسقطه من فوق واربطه في خشبة كمان تثبت مكانه، لما بسقطه بينزل من النص يمر على الدراعات اللي هتشيل الترابيزة. كده انا هقدر احدد بالظبط مركز الطاولة ومكان الخيط الوسطاني بطريقة سليمة 100%. اهو كده حددت مكان الثقب اللي هيعدي منه خيط النص، اهم خيط. نفك بقى السقالة مؤقتا دلوقتي عشان الشغل المهم اللي هنعمله، خيوط الأطراف. بالنسبة بقى لتعليق الأطراف فهيكون من هنا بأي وسيلة تناسبك. أنا كنت محتار الحقيقة في نوعية الخامة اللي هستعملها، هل أستعمل سلسلة ولا أستعمل حبال؟ الحبل نوع حرير قوي جدا، هل بقى أستعمل السلسلة ولا الحبل؟ السلسلة شكلها حلو ولونها جميل لكن الحلقات بتاعتها مش ملحومة فخفت تكون ضعيفة. الخيط قوي جدا ومش بيتمط، ودي ميزة مهمة، فالخيط هيخلي شكل الترابيزة يخوف أكتر، فالحيرة بقى هنا مسكتني أستعمل السلسلة ولا الحبل. حتى أني فكرت أستعمل سلسلة أكبر وأقوى لكن حسيتها مش متناسبة مع سماكة القعدة فقررت أستعمل الخيط. جبت كمان سلسلة استلس حلقاتها قوية جدا وخدت منها كام حلقة وتنتها بالشكل ده كده مع مسمار بوردة وصامولة دودة تركب في الخشب، هتبقى التعليقة قوية بالشكل ده كده، والحبل هيبقى مربوط في الحلقة هنا كده. طبعا الحبل لما هنربطه في السلسلة ممكن يبرم او يلف، هيبقى شكله مش لطيف، عشان كده فكرت اني اربط في النص مدور الصيد، عارفينه؟ انا عايز اركبه عشان هيديها شكل حلو وغريب، وكمان الجزئين اللي برا دول بيلفوا ويمنعوا البرمة في الخيط. طبعا المكان اللي هيركب فيه الخيط لازم يكون مطابق في كل اركان الترابيزة التمانية، عشان كده عملت فورمة بسيطة تخليني أكرر الثقب في كل مرة في نفس المكان. الدقة هي اللي هتخلي الترابيزة ثابتة مش بترقص أو بتميل.
ده كده المربع اللي فوق، عملت له شفة بسيطة باستعمال سدايب خشب رفيعة، دقتها داير ما يدور، مسمارين وشوية غيرها، عشان بعد كده أقدر أسقط لوح إزاز أو أكريليك عشان يكمل سطح الطاولة. نيجي بقى للفينش، تقدر تستعمل أي لون سيلر أو تدهنها ورنيش شفاف على طول حسب بقى رغبتك. أنا بفكر أديها لون بندقي مهوجني قبل الورنيش. تمام كده دهنا السيلر ورجعنا ركبنا السقالة اللي شايلة جزئين الترابيزة. هنبتدي بقى نشد الخيوط، بس عشان اضمن ان الخيوط تبقى بنفس الطول قصيت سدابة بطول 76 سنتي كده هضمن التكرار، ورسمت كمان في نصها شكل المدور عشان تحدد لي مكانه دايما، اقدر بقى اشد وانا موسطنه في النص. بتركب الخشبة هنا وبشد الخيط، قصيت الخيط بطول مناسب وركبت المدور في النص كده، الخيط لو هيلف المدور هيلف معاه وشكل الخيط يفضل مظبوط. طبعا احنا ممكن نشبك الخيط في الحلقات باننا نربطه، لكن الربط مش قوي ومش دقيق كفاية، مش هقدر اشد واربط، عشان كده هستعمل الكليبسات اللي بتتقفل على الاسلاك، قطع ألمونيوم صغيرة بنقرط عليها بالبنز بتقفش وتقفل على الخيط او السلك، وهستعمل سلك رفيع جدا عشان اعرف اشد الخيط جوه الكليبس. اعديه من الكليبس، احط فيه الخيط، اسحب السلك هيعدي الخيط من الكليبس، بعدي بقى الخيط من الحلقة، وبرضو استعمل السلك الرفيع تاني في اني اعدي الخيط من الكليبس. بعد ما عديت الخيط في الحلقة والكليبس احدد الطول اللي انا عايزه، وبكماشة او بنز قوي اعجن الكليبس بقوة عشان يقفل على الخيط. كده الخيط بقى متين جدا وشكلها انضف من اني اعقد الخيط، وسهل بقى اقص زيادة بعدين. هنيجي بقى فوق وبرضو نعمل نفس الحركة، مش محتاجة شرح وإعادة، وزي ما انتوا شايفين المدور تمام عند العلامة وعامل شغل مظبوط. وبنفس الطريقة هنعمل الأربع أركان. بالنسبة بقى لخيط النص فبرضو جهزت خيط فيه مدور، لكن عملت ثقب في المكان اللي حددناه قبل كده، وهعدي الخيط وعمله عقدة كبيرة، وبرضو هنقص كل الزيادات. خلينا بقى نفك السقالة وربنا يستر عشان هنشوف النتيجة. تمام جدا، الله ينور، النص الفوقاني طاير في الهواء. غطيت بقى الخيوط كلها بمشمع عشان هرش الطاولة، جبت علبتين سبراي ورنيش شفاف وهرش البعكوكة بالكامل. لفة كده بسيليكون شفاف، وجبت حتة ازاز 5 ملي بني وسقطتها مكانها، هتنقل البعكوكة لمكان تاني خالص. العب، الله ينور يا عمدة. هسيبكم بقى مع شوية لقطات للطاولة البعكوكة، وهستنى تعليقاتكم واستفساراتكم من عينيا. طبعا البعكوكة مش طاولة للأكل والشرب أو الشغل، هي ديكور شكله غريب نحطه في الأنتريه نخلي كل اللي يجيلنا يسأل إيه ده؟ هي واقفة إزاي كده؟ لو طولت عليكم سامحوني، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعولي، احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هنسيكم على لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.